كيف الجمع بين قول أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار؟ نعم، هذا حجة من يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، والجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في الأموال التي تعد للنمى والزيادة. نعم.